يو يو يو، السلام عليكم خوتي وشراكم، ان شاء الله تكونوا بخير الف مليون مليار. نعم كيما العاده معكم سيدي فازيون في فيديو جديده. اليوم حبيت ندير لكم بيست اوف الجزائر. على بالكم بالجزائر عاصمه اختاروها اسوأ مدينه ولا من اسوأ العواصم في العالم؟ هل هذا حقيقي؟ الجزائر العاصمه هي من اسوأ العواصم في العالم ولا لا؟ اليوم حبيت ندير فيديو بيست اوف الجزائر من الفيديوهات تاعي. حبيت نحي 30 ثانيه من كل فيديو وان شاء الله راح ندير به فيديو، خاطر شتم اختاروا فيينا واختاروا ما بينش العواصم الاوروبيه من احسن العواصم في العالم. ما المهم انا عارف هذا صح ولا ماشي صح، ما على باليش على واش يركزوا في الاساس. المهم على بالي بلي الجزائر واحد من افضل المدن في العالم بدون شك. نقدر نقول لكم ممكن نحطوها في العشرة الأوائل في العالم قاع، لو كان نخرج قاع واش فيها ونصور قاع واش فيها للتوب توب توب توب، على بالي بلي نخرجها من واحد من أحسن العواصم في العالم. المهم واش حبيت نقول لكم بلا ما نطول عليكم، حبيت ندير لكم البيست أوف الجزائر، بيست العاصمة، 30 ثانية كما قلت لكم. الفيديو راه ليكم، ما تنساوش تبعونا لايك كومونتير بارطاج، انشروا الفيديو مع كاع صحابكم باش نوصلوا الفيديو الى اكبر عدد ممكن من الناس. هنا راني في اوروبا مانيش نخرج بزاف في الفيديوهات كما كنت في الجزائر. في الجزائر كنت في عطله، كان عندي وقت فراغ بزاف، لهنا ما عنديش وقت فراغ، بصح ان شاء الله راح نحاول نصور لكم فيديوين، كل فيديو اثنين تاع الفيديوهات كل اسبوع ان شاء الله. راح نبدا نزوروا العواصم الاوروبيه، لندن، امستردام، المدن الاوروبيه، فرانكفورت، بريمن، و و و و خوتي نحبكم كاع كيما راكم، بارطاجيو والفيديو راهو ليكم، تنعتوا يلا.
trying to protect your soul.